خلونا نقول لكم على فقراتنا النهارده. وفقرتنا الاولى اللي هنبداها مع دكتور امجد حداد استشاري الحساسيه والمناعه، واللي هيكلمنا فيها عن امراض الشتاء والانفلونزا والفيروسات وازاي نتجنب الاصابه بيها وطرق العلاج الصحيحه كمان في حاله الاصابه بيها لا قدر الله. اما فقرتنا الثانيه فهتنورنا فيها الاستاذه نجلاء البنهاوي، وهي رئيس مجلس امناء مؤسسه لين لرعايه وانقاذ الحيوانات. هنتكلم معاها طبعا عن المؤسسه وعن مجال الرفق بالحيوان في مصر واصل لفين، وازاي بيتم التعامل كمان مع الحيوانات وانقاذها واصول تبني الحيوانات وتفاصيل كتير عن الموضوع ده هنعرفها في فقرتنا الثانيه. اما دلوقتي فهنروح نشوف ابرز الترندز اللي بيدور عليها المصريين على السوشيال ميديا ونرجع مره ثانيه. جو 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 موروكو، اسود الاطلس اللي فرحونا جدا 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 جدا، واحتفالات بقى من امبارح وعايزين نقعد نعمل احتفالات كده طول الوقت لحد اخر المونديال. خلونا نبدا اخبارنا طبعا معاكم بالخبر المبهج ده واللي بيدعو للفخر الحقيقه، وهو مباراه المنتخب المغربي والبرتغالي في دور الثمانيه من بطوله كاس العالم فيفا قطر 2022، واللي انتهت امبارح بفوز تاريخي للمنتخب المغربي بهدف نظيف. بكده تأهلت لنصف نهائي كاس العالم وبقت اول فريق عربي وافريقي يوصل للمربع الذهبي.
المستحيل ليس مغربيا. طبعا ألف مليون مبروك للمنتخب المغربي والشعب المغربي والشعب العربي كله، اللي الحقيقة كان كله على قلب رجل واحد وبيتمنى فوز المنتخب المغربي وبيشجعه من كل قلبه. المباراة امبارح كانت عصيبة جدا وشهدت تفوق تكتيكي للمنتخب المغربي اللي لعب بوقعية كبيرة وكان ليه الأفضلية في الشوط الأول، وكمان كان ليه أكتر من هجمة مرتدة خطيرة في الشوط الثاني، واللي ما قدرش طبعا رونالدو يغير النتيجة بعد نزوله في بداية الشوط التاني. شفناه طبعا يا مها بيعيط، لان بصي هو رونالدو واضح ان هو مركز على السبوبه اللي جايه بقى خلاص، يعني خلاص عملنا فلوس كتير اخر مونديال ليه، فكان حزين شويه. مش كده، هو اخر مونديال زعل طبعا بس عشان برستيجه، بس هو في الاخر الراجل عنده صفقه جايه بالظبط، يعني عيش بقى وسيبنا عايزين ننحت بقى، عيش وسيبنا نعيش، هو ده مرحله النحت دلوقتي. طيب كمان امبارح بعد نهايه المباراه المتحدث باسم وزاره الخارجيه السفير احمد ابو زيد هنئ المملكه المغربيه الشقيقه على الفوز المشرف للمنتخب الوطني المغربي والتأهل التاريخي للدور نصف النهائي لكأس العالم لكرة القدم. وكتب كمان المتحدث باسم الخارجية عبر تويتر: خالص التهاني القلبية للمملكة المغربية الشقيقة على الفوز المشرف للمنتخب الوطني المغربي والتأهل التاريخي للدور نصف النهائي لكأس العالم لكرة القدم. عموما خلونا نعرف بقى رأي الناقد الرياضي محمد مصطفى في المباراة، وصباح الورد عليك. ألو ديما، مغرب والف الف مليون مبروك، انجاز تاريخي عربي افريقي في المونديال اول مره في التاريخ. الحمد لله الحمد لله. طب شفت مباراه المغرب والبرتغال ازاي؟ وشفت كمان رد فعل رونالدو، يعني تفسيرك ليه ايه؟ بصي، المنتخب المغربي من اول البطوله وهو بهرني اصلا، يعني المنتخب المغربي انا اصلا كنت قبل البطوله وناس كتير جدا شايفه ان المنتخب المغربي عنده فرقه قويه جدا وقوام، عنده لعيبه مهمين جدا بيلعبوا على مستوى الانديه. بيتهيألي كده بقى وليد الركراكي يعني دخل تاريخ كره القدم من اوسع ابوابه. طبعا الركراكي بكل تاكيد هيكون احد المرشحين لجائزه افضل مدرب في العام، اكيد ده يعني هيكون انجاز تاريخي جدا لوليد الركراكي. لكن زي ما بقول لك، منتخب المغرب احنا من دور المجموعات بلجيكا كرواتيا، بلجيكا احد المرشحين لتتويج بكأس العالم المركز الثاني او المصنف الثاني عالميا، منتخب كرواتيا كان بيلعب فاينل 2018، المنتخب الكندي كمان منتخب بيضم الفونس ديفيز وواحد من نجوم بايرن ميونخ وعنده جيل واعد جدا بيستعد لتنظيم كأس العالم 2026. كانت مجموعه صعبه، ولكن كان عندنا يعني ثقه في لعيبه المنتخب المغربي. طب انت من وجهه نظرك ايه العوامل اللي اهلت المنتخب المغربي لانه يوصل لقبل النهائي؟ بصي، اكتر من عامل. اولا المنتخب المغربي يضم عدد من النجوم اللي بيلعبوا في اوروبا، باريس سان جيرمان مثلا اشرف حكيمي من زراعه بيلعب في بايرن ميونخ، اشبيليا النصيري وياسين بونو، نايف اكرد بيلعب في ويست هام، ولفرهامبتون بيضم رومان سايس، عنده لعيبه بيلعبوا في اكبر انديه في اوروبا فعندهم الثقه، ما عندهمش الرهبه خالص. نمره اثنين، المنتخب المغربي بات متمرسا في المشاركه في كاس العالم، هو اكثر منتخب عربي بيشارك في كاس العالم مع المنتخب السعودي والمنتخب التونسي. حاجه ثالثه مهمه كمان، انه في اكاديميه اسمها اكاديميه محمد السادس، دي تم انشائها سنه 2007 بعد فشلهم في التاهل لكاس العالم 2002 و2006 وخساره نهائي كاس الامم الافريقيه 2004، وما بقاش في مواهب مغربيه. وقتها المغرب خدت قرار ان هي تعمل اكاديميه هناك سنه 2007 وتبدا تطلع نجوم ومواهب من تحت وتطلعها لاوروبا. الاكاديميه دي ضمت ايه؟ ضمت النصيري اللي انضم ليها سنه 2011 قبل ما يطلع سنه 2015 اوروبا، ضمت نايف اكرد لاعب ويست هام سنه 2011 قبل برضه ما يطلع 2015 اوروبا، ضمت كذا لاعب برضه اخر في وسط الملعب املاح، وفي يعني مرابط واحد من اللعيبه برضه مهمين جدا اللي بيلعبوا في فيورنتينا، بالمناسبه هو افضل لاعب خط وسط في البطوله. فالاكاديميه دي ساهمت بشكل كبير جدا في اخراج عدد من المواهب اللي كانت نواه اساسيه للمنتخب المغربي. كمان زي ما بقول لك التمرس، المنتخب المغربي 2018 كان بيلعب في مجموعه فيها اسبانيا والبرتغال وايران، تعادل وقتها مع المنتخب الاسباني ولكن خسر من المنتخب البرتغالي بهدف، بس كانوا عاملين اداء اعجازي واداء متميز جدا. طيب يبقى على كلام حضرتك كده انه فوز المغرب كان محضر ليه مسبقا وكان مخطط ليه من زمان، وانه الفوز ما بقاش يعني يتساب لمحط الصدفه، وما بقيناش بالعقليه القديمه ان احنا يعني هننزل ونلعب ونحاول، لا ده احنا مجهزين من بدري وعندنا بلان وفي فن وفي اداره.
طبعا طبعا. حتى عايز اقول لك على حاجه برضو، ان الجماعه المغربيه او اللي هو اتحاد الكره المغربي يعني هو كمان اتحاد بات قويا، يعني واحد من اقوى الاتحادات. يعني كنا حتى بنشتكي من فوزي الاجرع ومن المسؤولين في الاتحاد المغربي انه مثلا عرفوا ياخدوا بطوله افريقيا، نهائي بطوله افريقيا يبقى عندهم مباراه الوداد والاهلي. لا هم عندهم قوه النهارده بقى يعني جماعه بتدور على مصالح الكره المغربيه، وده طبعا ترجم بان هو عندك انديه مغربيه بقت بطل دوري ابطال افريقيا، بقت بطل بطوله الكونفدراليه، بقت بتشوفي اتحاد كره قوي. كان عندهم خليل يزيتش واحد من المدربين المتمرسين، صعد باليابان كاس العالم 2010 وصعد كمان بمنتخب ثاني سنه 2014 كاس العالم، وصعد مع المنتخب الجزائري 2014 كاس العالم، واحد من المتمرسين في كاس العالم. وبرغم كده رغم ان هو صعدهم كاس العالم، ولكن بسبب المشاكل بتاعته مع اللاعبين واعلان حكيم زياش اعتزاله الدولي بسبب المشاكل اللي ما بينه وما بين المدرب، حسوا ان الامور مش في احسن حال، خدوا قرار جريء قبل بطوله الكاس العالم بشهرين بس بدعين وليد الركراكي. اي حد تاني كان ممكن يقول لك لا ده احنا داخلين على كاس عالم، عايزين استقرار، عايزين نفس المدرب. هم وقتها خدوا قرار، وقرار جريء جدا ان هم يعينوا مدير فني وطني قبل بطوله كاس العالم بشهرين بس عشان يلموا الامور. وفعلا ده اللي عرف ينجح فيه الركراكي. وعشان كده بقول لك وليد الركراكي كمان ما لعبش موضوع فني بس، لا لعب الموضوع ازاي ان هو يحمس طاقه اللعيبه. وفي حاجات طبعا جت تصاعدي، يعني المنتخب المغربي انا كنت متوقع انه ممكن يتخطى دور المجموعات في ظل مجموعه قويه زي بلجيكا وكرواتيا، ولكن ممكن يتخطى. ولكن الحلم او الدماغ والتفكير ما كانتش متخيله ان المنتخب المغربي ممكن يوصل لسيمي فاينل كاس العالم للمره الاولى في التاريخ. انت تتخطى اسبانيا، تتخطى البرتغال، مشوار صعب قوي يعني. اربع منتخبات، البرتغال، اسبانيا، بلجيكا، كرواتيا، الاربعه مرشحين للتتويج بكاس العالم، انت كسبت الاربعه، فده اعجاز. وان شاء الله طيب يعني استاذ محمد، يعني أن يمكن امبارح، انا اسفه ان انا قطعت حضرتك، بس امبارح على السوشيال ميديا حصل يعني مقارنه، يعني مش من باب انه في مثلا نفسنا، بس حصل مقارنه ما بين المستوى اللي وصل له المنتخب المغربي تاتش وود يعني والحصر على المنتخب المصري. وحصل هذه المقارنه وناس قالت لك يعني هو احنا كان ناقصنا ايه، مشكله اتحاد الكره عندنا؟ يعني احنا بنتكلم على رياضه هي اكتر رياضه بيتصرف عليها في البلد، وفي نفس الوقت يعني في تعثر يعني مش مفهوم. فالناس امبارح مع فوز المغرب وسعادتنا بفوز المغرب طبعا ابتدت تعمل هذه المقارنات يعني، وابتدت تحس بالحسرة على مصر. طب هي مصر المنتخب بتاعنا ما دخلش ليه؟ فنيا ومعنويا واداريا شايف على الثلاث مستويات ايه اللي ناقصنا؟ بصي حاجات كتير، بس احنا مش بعاد قوي يعني. عندنا مشاكل كبيره جدا وصعب ان احنا نوصل للمستوى ده بسرعه. بس اولا حتى لما بنوصل ما بنكملش الدور الاول ونخرج يعني، يعني حتى ده لما بتحصل. احنا مش متمرسين في كاس العالم مثل منتخب المغرب. المنتخب المغربي زي ما بقول لك وصل 2018، وصل 2022، عنده تاريخ كمان في كاس العالم يشفع له، وتحس ان اللعيبه عندها ثقه وعندها تاريخ دايما في كاس العالم. احنا مع كل الاجيال الكبيره والقويه ما كناش بننجح في التاهل لكاس العالم. بس خلينا يعني في النهارده شويه ممكن نتكلم على الجيل ده، في ظل ان احنا بنضم محمد صلاح واحد من افضل اللاعبين الموجودين في العالم اللي فاجئوا الدوري الانجليزي، ومنتخب مصر فاز على المنتخب المغربي في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بهدفين مقابل هدف واحد في دور الثمانية. فاحنا يعني وفزنا على المغرب كمان برضه سنة 2019 بالمناسبة، وهي كانت مؤهلة لكأس العالم أو 2017 في الجابون بهدف نظيف لما كان بيدربوا مارينار. ولكن عندنا مشاكل ثانية، المشاكل دي أبرزها إن احنا عندنا اتحاد كورة مش قوي، اتحاد كوره مش اتحاد كوره ضعيف يعني. اتحاد الكوره في مشكله النادي الاهلي كان بيقول لك ان هو احنا ما شفناش الجواب اللي بتاعت. طب ماشي يعني اوكي، دلوقتي ده وضع قائم، اتحاد كوره مش قوي، ايه الحل بقى؟ ما احنا عايزين برضو مصلحه المنتخب في الاخر، عايزين اتحاد كوره قوي. يعني هو ببساطه يعني ايه عناصر القوه اللي يجب ان تتوافر في اتحاد الكوره المصري؟ اول حاجه انه لازم يكون متخصصين في كرة القدم وإدارة كرة القدم عشان يكون مؤهل إن هو يدير اتحاد الكرة، إنما إحنا عندنا الأمور شوية بالفهلة. ونمرة اتنين، إحنا محتاجين نطلع لعيبة لأوروبا. النهارده زي ما بقول لك لعيبة المغرب
100% من لعيبتها بيلعبوا بره في اوروبا. يعني الاحتكاكات الدولية والمعايشة مع في معسكرات في اوروبا طبعا تختلف. بالظبط. ولما لا انا اشرف حكيمي بيلعب جنب مبابي وجنب ميسي وجنب نيمار في فرقه واحده، النزراوي بيلعب جنب كومان وجنب مولر وجنب نوير في فرقه واحده، اللعيبه دي ويست هام رومان سايز ونايف اكرد وولفرهامبتون رومان سايز، دول على طول بيلعبوا على رونالدو وبيلعبوا على صلاح وبيلعبوا على هافرتز وبيلعبوا على اكبر اللعيبه في الدوري الانجليزي. خلاص ما بقاش عندي الرهبه ان انا العب قصاد اللعيبه اللي زي كده. فنمره واحد لازم اطلع لعيبه لاوروبا ويكون عندي قوام اساسي على الاقل 30 35 لعيب اقدر ان انا اختار منهم لعيبه طبعا. ده حقيقي وهيفرق جدا. وخلينا كمان نروح لحاجه تانية وهي مباراه فرنسا وانجلترا، كانت مباراه طبعا كبيره جدا، فهل شايف ان فرنسا تستحق الفوز والتاهل؟ مباراه كانت 50-50، مباراه كانت صعبه جدا لانه الفرقتين يعني التاريخ كان بيشفع للمنتخب الانجليزي، ولكن المنتخب الفرنسي متفوق اخر 7 سنين المنتخب الانجليزي مفش عليه، والمنتخب الفرنسي كمان كسر القاعده يعني من سنه 98 من اخر مره البرازيل هي الوحيده اللي تاهلت ل فاينل 2002، وده كان جديد علينا لان كل الفرق اللي كانت بتتوج بكاس العالم بتخرج بعدها من دور المجموعات، فالمره دي فرنسا كسرت القاعده. والحقيقه انها بتضم يعني الفرقتين كمان بيضموا يعني اكبر واهم سكواد موجود في كأس العالم، وكان ممكن جدا المنتخب الانجليزي يقدر انه يخطف التعادل من خلال ضربه الجزاء لهاري كين اكثر لاعب مسجل ضربه جزاء في تاريخ كأس العالم، ولكن ضيع اهم واحده اللي كانت ممكن تمنح المنتخب الانجليزي التعادل امام المنتخب الفرنسي. ولكن في النهايه كانت مباراه لعلمك رغم ان هي كانت مباراه حلوه بس يمكن كانت الاكثر تكتيكا في خلال دور الثمانيه، نتيجه لان الفريقين كانوا خايفين جدا من بعض والاثنين كانوا خايفين من الخروج، ولكن تفوق المنتخب الفرنسي في الاخر بفضل جيرو هدفهم التاريخي، ومبابي طبعا واحد من افضل اللاعبين في البطوله ومن افضل اللاعبين في العالم. طيب أستاذ محمد، يعني في ضوء المباراة ما بين البرتغال والمغرب وخلاص هيكون في طبعا نهائي مع فرنسا، فشايف مين الأكثر تأهلا أو مين اللي ممكن يوصل المرحلة دي أكتر؟ كالعادة إن إحنا كل مباراة بنقول هي أصعب مباراة، يعني فهو مشوار كله صعب، بلجيكا، كرواتيا، إسبانيا، البرتغال، كان لازم تقفل كمان بفرنسا في المباراة قبل النهائية لكأس العالم. طبعا مباراة صعبة، مباراة انت وليد الركلات محتاج يحضر لها كويس جدا، كمان لعيبة المنتخب المغربي يمكن كان عندهم اصابات المباراة اللي فاتت، نايف اكرد ومزراوي، كمان انضم ليهم رومان سايس اشترى راس الحربة هو بديل، ولكن في خد بطاقة حمراء ممكن طبعا مش هيشارك المباراة القادمة، فده نقص عددي. نمرة اثنين الضغط الكبير البدني والاحمال البدنيه الكبيره اللي تعرض ليها اللعيبه، كل دي حاجات هتاثر على شكل المنتخب المغربي، ولكن يبقى ان انت بتلعب كانك على ارضك وسط جمهورك والجماهير العربي كله وراك، الحلم بقى قريب، الحلم ما بقاش بعيد، خطوه واحده وتتاهل لنهائي كاس العالم في اعجاز يقدر المنتخب المغربي ان هو يعني ياخد الخطوه دي، بس محتاج اكيد حماس وطاقه وروح ودعم جماهير كبير، ومحتاج كمان توفيق قبل اي شيء لان انت برضه بتقابل سكواد من اقوى القوائم الموجوده في كاس العالم، ازاي هتوقف امبابي، اشرف حكيمي هيقف معاه ازاي، مين قلب الدفاع اللي هيلعب ويكون موجود مع جيرو في ظل اصابه رومان سايس ونايف اكرد، فاكيد محتاج تحضيرات قويه، وانا يعني المباراه هتكون صعبه، وفي النهايه لو لا قدر الله يعني كان في خساره، فالتاهل لنص نهائي كاس العالم هو اعجاز بمعنى الكلمه لانه مشوار صعب جدا لزود الاطلس. بنشكرك شكرا جزيلا، انا ناقد رياضي الاستاذ محمد مصطفى، ومبروك للمغرب، وباذن الله باذن الله يوصلوا للنهائي كمان ويفوزوا. ومن الفرحة المغربية والفوز والأجواء الجميلة دي نروح بقى للشأن الداخلي، ونروح لخبر تاني مهم جدا، وهو نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء للشائعة اللي ترددت مؤخرا عن اعتزام الحكومة إلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي مع بداية العام المقبل 2023، وده طبعا بعد التواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية واللي نفت الشائعات دي جملة وتفصيلا. طبعا وزارة التموين والتجارة الداخلية أكدت بأن لا صحة لإلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي مع بداية العام المقبل 2023، وشددت كمان على استمرار الدعم العيني للسلع التموينية زي ما هو بالظبط بدون أي تغيير في المنظومة، وهيستمر صرف المقررات التموينية لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية، وده بما يعادل القيمة المخصصة ليهم من الدعم واللي بالغ قيمتها 50 جنيه شهريا لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية.
وقالت الوزارة كمان أنها هتظل تمنح المستفيد من التموين الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من بين قائمة السلع اللي بيتم ضخها شهريا لمنافذ صرف السلع التموينية، مشيرة إلى أن استمرار صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية بقيمة تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه للأسر الأولى وبالرعاية حتى 30 يونيو 2023، واللي كان من المقرر أنه ينتهي في فبراير 2023، وده للتخفيف عن كاهل المواطن المصري. طبعا احنا في صباح الورد مهمتنا ان احنا ناكد دايما على حضراتكم، ارجوكم ما تسمعوش للشائعات دي لمجرد انكم بتشوفوها في اي مكان، وخصوصا مع ظهور السوشيال ميديا بقت وصول الشائعات اسرع واسهل بكتير، وبقت الناس فعلا بتبقى متلخبطه وانتم معذورين واحنا قلبنا معاكم، ولكن دائما دائما لما تسمعوا اي خبر تروحوا للجهات الرسميه وعلى السوشيال ميديا هتلاقوا صفحات الجهات الرسميه وتتاكدوا من صحه الاخبار من الجهه الرسميه. طبعا النهارده في الحقيقه هيبدا تطبيق كمان قانون المحال العامه واللي بيستهدف ترخيص اوضاع المحال العامه في كل مصر وتوفيق اوضاع المحلات الغير مرخصه، وحدد كمان القانون اجراء ترخيص المحال العامة العاملة في كل الأنشطة، وكمان عقوبة العمل بدون ترخيص واللي بتتراوح ما بين غرامة ما تقلش عن 20,000 جنيه وما تعديش 50,000 جنيه، وفي حالة العودة بتكون العقوبة الحبس، أو في حالة أنه تعاد مرة أخرى المخالفة بتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وما تزيدش عن السنة، والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين، ده غير كمان غلق المحل على نفقة المخالف. خلونا نقول لكم أن القانون بيلزم أصحاب المحال بترخيص المحال العامة اللي بتمارس نشاطها بدون ترخيص بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار خلال سنة بدءا من اليوم التالي لنشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون، ويوفر القانون تيسير إجراءات التراخيص وإصدار الرخصة خلال 3 أشهر بحد أقصى. القانون كمان حدد شروط وخطوات لازم تتوفر في المحلات اللي بتقدم مثلا الشيشة والحصول على رخصة تقديمها في المطاعم والكافيهات والمقاهي، ده بعد فترة من منعها بسبب فيروس كورونا. هنعرف تفاصيل أكتر عن الاشتراطات والخطوات دي من ضيفنا اللي معانا على الهاتف، دكتور محمد الفيومي المتحدث الرسمي للجنة العليا لإصدار التراخيص. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا يا فندم. في البداية خلينا نستعرض الأول، إيه المقصود بالمحال اللي هي فيها أنشطة إيه بالظبط؟ هل أنشطة الكافيهات بس ولا كمان المحال الملابس والإكسسوارات وإلى آخره؟ بص حضرتك، كلمة المحال العامة مقصود بيها في التعريف في القانون هي المحال التي تمارس عمل نشاطا تجاريا أو حرفيا، يعني الورش بأنواعها المختلفة، أو خدميا كل الخدمات، أو تسلية وترفيه مسارح والسينمات وهكذا، أو احتفالات. كل دولة يعني بتمثل فوق 80% من الأنشطة الاقتصادية اللي موجودة في مصر، لأن احنا عندنا 3 قوانين بتطلع تراخيص. ده القانون ده اللي هو قانون المحال العامة. الو، ايوه احنا مع حضرتك بنسمعك. وعند القانون بيطلع تراخيص للمنشآت الصناعية للمصانع، وقانون ثالث للمنشآت السياحية. دول ال3 قوانين اللي بيطلعوا تراخيص. هل القوانين اللي حضرتك ذكرتها مستحدثة ولا هي كانت موجودة من الأول ولكن غير مفعلة؟ لا بص، القوانين دي كانت موجودة من سنة 54 و56 1954 و1956، وثم جددت في السنوات الأخيرة، أخرهم قانون المحل العامة، وبعده قانون المنشآت السياحية، قانون ترخيص المنشآت السياحية دول، وقبلهم كان قانون المنشآت الصناعية. طيب خلينا نعرف بشكل مبدئي من حضرتك الهدف الرئيسي من وراء هذا القانون، وهل يا ترى من ضمن أهدافه إدخال المحلات الغير مرخصة للاقتصاد مثلا المصري؟ ما هو ده فلسفة القانون، إن أنا أدمج الاقتصاد غير الرسمي. ليه؟ هو لوحظ في القانون القديم اللي هو صادر سنة 54 إن عدد كبير جدا من المحلات مش عارف يرخص. ليه؟ لأن الإجراءات معقدة جدا. ومش محدد الأمور بشكل قاطع، فبتبقى في كل جهة ترخيص تختلف عن الثانية وكل واحد حسب تفسيره. أدى هذا إلى فساد كبير في هذا الملف. يعني نقدر نقول القانون ده للتسهيل على الناس. بالظبط، هو مقصود بيه التسهيل على الناس عشان ادمج ما يقرب من 4-5 مليون منشأة مش مرخصين هيدخلوا هيترخصوا.
عظيم جدا. طيب يعني دكتور خلينا نقول حضرتك يعني ذكرت انه هذا القانون من سنة 54 موجود، لكن رغم كده حصل تجاوزات، يا ترى ايه الاليات اللي تم استحداثها علشان نضمن انه ما يحصلش فساد، ما يحصلش تجاوزات مرة اخرى؟ اليتين مهمين جدا. الالية الاولى ان كل نشاط احنا حصرنا الانشطة لانها 316 نشاط. تمام. حصرنا الانشطة ديت وحطينا لكل نشاط، كل نشاط الاشتراطات بتاعته مختلفة عن التاني، عشان انا ما اسويش واحد عامل محل حلاقة وواحد عامل سوبر ماركت او عامل ريستوراه. تمام. ده له اشتراطات وده له اشتراطات، ده بيحتاج محل مواصفاته كذا كذا، وده بيحتاج المطعم بتاعه او المطبخ بتاعه. ده بيشمل ايضا الصيدليات ومراكز التجميل؟ مراكز التجميل ايوه، الصيدليات دي تبع وزاره الصحه، ده قانون خاص بها. تمام. طب يا فندم دلوقتي لو انا عندي محل غير مرخص، ايه الخطوات بالظبط بشكل مبسط اللي اقدر اعملها علشان اقدر ارخص المحل اللي عندي، وكمان في مهله قد ايه قدامي، مهله قد ايه؟ بص، ما انا لسه ما كملتش في الميزات اللي مقدمها القانون. انت قلت لي ايه الميزات اللي قدمها القانون عن القانون السابق. القانون فضل. السابق كان مخلي القانون السابق اللي هو سنة 54 كان مفيش مدة لإصدار الترخيص. كان متساب بيقعد بسنتين ثلاثة أربعة عبال ما يطلع الترخيص ده، إذا طلع يعني. لكن القانون ده حاطط حد أقصى 90 يوم. 90 يوم، 3 شهور. 90 يوم. وحاطط حاجة جميلة كمان، الستين يوم الأولى من التسعين يوم دولت لازم مركز الترخيص يرد على المواطن، يقول له أيوه طلبك مقبول أو طلبك غير مقبول. وغير مقبول عشان كذا. اما يقول له طلبك مقبول، اذا اتاخر عنه في الرد يعني اليوم ال 61 الرخصه تطلع بقوه القانون. ودي مش موجوده على فكره، دي جديده خالص ومش موجوده في التشريع المصري قبل كده. خدت بال حضرتك؟ فانا النهارده بأتقدم بطلب ارفق فيه المستندات المطلوبه وعد 60 يوم. اليوم ال 61 لو ما ردش عليا خدت الرخصه. طيب في حاله لو رد عليا بيقول لي ادي الاشتراطات بتاعتي، هل انت جهزتها؟ اقول له ايوه هجهزها، اديني فرصه هجهزها. واقول له انا جهزتها، ياخد شهر من تاريخ ما انا اخترت مركز التراخيص ان انا جهزت الاشتراطات، ويعمل لي المعاينه ويطلع لي الرخصه. طيب في حال بقى انه انا كحد عايز يبقى مواطن ملتزم وملتزم بالقانون وبيسعى في هذا الشأن، وقابل موظف متقاعس معطل له الدنيا، ما بيردش، بيسوف في المواعيد، الروتين القاتل اللي احنا بنتكلم عنه، حتى لما بيكون في تحول رقمي بيعرفوا يسددوها من الناحيه الثانيه، احيانا يقول لك اصل السيستم واقع. اتصرف انا ازاي بقى؟ يعني انا بقى كمواطن حقي بقى، يعني انا عايز حاجتي تمشي، اروح لمين؟ حضرتك مش هيحصل الحاله دي. ليه؟ لان احنا حددنا 60 يوم، قلنا 60 يوم الرخصه تطلع. تطلع بقوه القانون. اذا الموظف اللي هيتقاعس هيتحاسب حساب عسير. انا ابلغ مين بقى؟ يعني انا عايز اقول الموظف ده معطل لي حاجتي، ما هو انا كمان ليا حق زي ما الدوله ليها حق، انا كمان ليا حق، فانا دلوقتي في موظف معطل لي حاجتي. لا يا فندم، مش كده. هو دلوقتي سيادتك قدمت الطلب ومعاه الورق، وبعدين مضى 60 يوم والموظف ما اللجنه ما ردتش عليكي، مركز الترخيص ما ردش عليكي، بقت الرخصه صادره. بتبعتي مجرد انذار لمركز الترخيص، انا هفتح، خلاص فتحت لان الرخصه صادرت وبقى معايا رخصه بقوه القانون. طيب لو حد عنده يا فندم ترخيص قائم والرخصه انتهت، ما هو ده نوع تاني. ما انا هقول لحضرتك، احنا عندنا ثلاث انواع هنقابلهم. النوع الاول اللي هو ملوش ترخيص اصلا، شغال كده بدون رخصه. أوكي. وده احنا عايزين نحوله لمواطن صالح زي ما انت قلتي، ويبقى قاعد امن ومحدش يهدده بحاجه. نمره اتنين اللي هو مرخص طبيعي معاه رخصه، ده قدامه سنتين يجدد هذه الرخصه طبقا للقانون الجديد. تمام. نيجي للنوع الثالث بقى، اللي باني اللي هو عامل المنشاه بتاعته جوه مبنى مخالف. ده هنديله رخصه مؤقته لمده 5 سنين، يكون تصالح ووفق اوضاع المبنى. عظيم جدا، عظيم جدا. طبعا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور محمد الفيومي المتحدث الرسمي للجنه العليا لاصدار التراخيص.
طيب خلينا دلوقتي نروح نشوف معاكم حالة الطقس ودرجات الحرارة في محافظات ومدن الجمهورية ونرجع نكمل كلامنا. رجعنا لكم مره ثانيه طبعا، وفي ظل الحرب والظروف الاقتصاديه الصعبه اللي بيمر بيها العالم في حاله من الارتفاع الكبير جدا لاسعار الذهب، مش بس في مصر لكن كمان في العالم كله. وفي عز الازمه دي في علماء اثار بحريه في امريكا اكتشفوا حطام سفينه بخاريه في المحيط الهندي بعد ما فقدت سنه 1875 يعني في القرن 19، وكانت السفينة محملة بشحنة كبيرة جدا من الذهب اللي بلغت قيمتها وقتها 179,000 دولار. انتوا عارفين في الوقت ده يعني مليارات، اي ما يعادل دلوقتي 5 ملايين دولار. انا بالنسبة لي يعني موافقة على 3 مليون دولار. انا موافقة على مليون، انا راضية، انا راضية والله. يعني انا نصيبي في الطلعة دي 3 مليون دولار. يا ستي انا عايزة نص، اقول لك حاجة، نص حلو قوي. طيب العلماء كشفوا عن تفاصيل الاكتشاف وقالوا ان السفينة كانت سفينة بخارية ذات هيكل خشبي وغرقت يوم نوفمبر عام 1875 بجنوب غرب كيب فلاتري بولاية واشنطن الامريكية بعد اصطدامها في الظلام بسفينة شراعية أوريفيوس أو أوريفيوس، ونجا في الوقت ده منها 2 فقط من ضمن أكتر من 275 راكب وأفراد طاقم كانوا على متنها، وده اللي خلاها من أكتر الكوارث البحرية فتكا في الوقت ده على طول الساحل الغربي للولايات المتحدة. العلماء كمان قالوا ان السفينه كانت محمله ببضائع مختلفه زي اكياس من الشوفان والجلود، مش مهم خالص يا جماعه، يهمني الذهب الموضوع. وكان من اهم اللي موجود على متن السفينه حوالي 90 كيلو جرام من الذهب تم العثور عليه داخل حطام السفينه. طبعا انا مش يعني مش اقل من 50 كيلو اخدهم. انا عايزه 10. انا راضيه برضو، عايزه 10. من المقرر ان هم كمان هيفتحوا متحف مخصص لعرض القطع الاثريه اللي مستخرجه من الحطام ده. يعني احنا ايه اللي هينوب احنا هنتحسر يعني يقعدوا يعرضوا يعني احنا عمالين نعرض الاخبار دي ومفيش اي حاجه بتجيلنا. وبعدين شوفان ايه وجلود ايه يعني، يقول لك مش عارفه 90 كيلو ذهب، لا ندخل على طول، انا عايز حقي نشوف نخش يعني. يعني بالظبط، خدوا انتوا الشوفان والجلود وهاتوا الذهب. احنا الذهب خدي 50، ده احنا حتى بلاد الذهب، ده احنا مصر بالظبط بالظبط. وبعدين احنا الفراعنه كانت كل الاكسسوارات بتاعتهم من الذهب، يبقى احنا الاولى بالذهب. وبعدين احنا ملوك الذهب يا جماعه، زي ما انت قلتي احنا الفراعنه. صح. يلا معلش، محدش بياخد كل طب حاجة. ايه عايزين انا هاخد 50 كيلو من 90، وانا عايزه 10 والله. ما خلاص يبقى فاضل لهم كام يحطوها في المعرض؟ ياخدوهم هم، ياخدوا بقى اللي فاضل يحطوه في المعرض. بس ما تنسينيش. ايوه مش كده. بمناسبه الذهب بقى، نرجع لارض الواقع يا جماعه، ونروح دلوقتي علشان نشوف خدمات صباح الورد ونعرف كمان اسعار الذهب والعملات والسلع الرئيسيه، ونرجع لكم مع اولى فقراتنا الحواريه. تابعونا.
اهلا بحضراتكم مره تانية وفي فقرتنا الاولى. على الرغم من افضل او من ان فصل الشتاء لسه ما بداش رسميا، الا ان اكيد كلنا بدانا نحس ببروده في الجو والانخفاض ملحوظ في درجات الحراره، وبسبب التغير في الاجواء دي كتير مننا بقى معرض للاصابه بعدد من امراض نتيجه البرد او اللي بيقول عليه يعني اسم امراض الشتاء. ايه هي اشهر الامراض اللي منتشره حاليا وازاي ممكن نحمي نفسنا منها؟ ده اللي هنعرفه من ضيفنا اللي منورنا دكتور امجد حداد، استشاري الحساسيه والمناعه. صباح الورد عليك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك، وصباح الخير على الساده المشاهدين. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير. لو نعرف من حضرتك كده ايه اكتر الامراض المنتشره الشتاء ده، لانه احنا عندنا الفيروس التنفسي المخلوي وعندنا كورونا وعندنا برد، فاحنا عايزين يعني نميز بينهم. مش محرومين من حاجه الحمد لله، النعم كلها موجوده. الموسم ده او السنه دي بالذات عندنا اربع فيروسات تنفسيه. احنا الخريف مشهور بالتقلبات الجويه ما بين انخفاض وارتفاع، فعليا درجة الحرارة لم تثبت في الانخفاض التام، ان انا اقول احنا خلاص درجة الحرارة في انخفاض. ده اسوأ بالنسبة لي من الشتاء نفسه، من الصقيع، من الساعة، لان انخفاض وارتفاع الحرارة ينشط الفيروسات التنفسية. السنة دي عندنا اربع فيروسات. المخلوي اللي الناس فاكرة ان ده عدوى جديدة زي كورونا، مع انه بيجي في هذا الفصل في 11 و12 في تغيير الفصول، وبينشط في هذا التوقيت كل سنه، اللي هو الار اس في او المخلوق. يعني دي مش اول مره، فيروس موجود اوريدي، مره موجود من زمان. طب ليه احنا متفاجئين بيه دلوقتي او ابتدينا نتكلم عنه كتير؟ السنتين اللي فاتوا باجراءاتنا الاحترازيه وكورونا وفوبيا كورونا وكورونا وباء عالمي موت، كان كل اهتماماتنا بكورونا، وكان في اجراءات في المدارس، كان ابني لو سخن بقى عدو، فكانت العدوى او انتشارها كان اقل بكثير جدا جدا من السنه دي، فبالتالي ما كانش ملحوظ قوي، بس كان موجود برضو بس مش بنفس القوه. يلي الانفلونزا، ودي برضو ما بتقلش قوه وخطوره عن المخلوي. يلي البرد وانتشار فيروسات البرد المتعدده. يلي كورونا الذي لم ينتهي. فاحنا عندنا اربع فيروسات تنفسيه للاسف بتتشابه في اعراضها. فعليا من الصعب ان انا اقدر اميز هو ده مخلوي ولا ده كورونا ولا انفلونزا ولا دول برد عادي. فبنقول للام ابني عنده عدوى تنفسيه ايا كانت هي ايه، هو البروتوكول ثابت في 80 او 90% من الحالات مفيش قلق. معظم الحالات التنفسيه سواء كان برد او انفلونزا او مخلوي بتستجيب بخوافض الحراره التقليديه مع الراحه لمنع انتشار العدوى والسوائل. حالات بسيطه جدا اللي بتحتاج ان انا لا محتاج مضاد ولا لا، محتاج علاج بروتوكول خاص ولا لا، محتاج مضاد فيروسي ولا لا، ده نادرا. طب نحدده ازاي؟ يعني انا دلوقتي اذا جاي لي دور فلو انفلونزا، اعرف منين بقى دي كورونا ولا مخلوي ولا انا عندي حاجه تنفسيه ولا هتفرق في ايه؟ لو الدور بسيط وده 80%، بمعنى انا عندي شويه زكام، صداع، ارتفاع حراره بسيط، بس انا جسمانيا كويس، ما عنديش صعوبه في التنفس، ما عنديش كحه شديده، وده معظم الادوار. طب وتكسير الجسم؟ عشان دي بتبقى بالحاجات بقى. تكسير الجسم اقرب للانفلونزا وكورونا. ادوار البرد او المخلوي هي تصيب الجهاز التنفسي فقط لا غير، شويه رشح او زكام، اما الالام العظميه فهي اكتر مع الانفلونزا او كورونا. بمعنى ان انا لو عندي ارتفاع حراره مع الام في العظم شديد، ده اقرب للانفلونزا وكورونا. طب برضو علاجه ايه؟ برضو خافض الحراره التقليدي، السوائل والراحه. امتى هحتاج علاج محدد او بروتوكول محدد؟ لو انا لدي مضاعفات. ايه هي المضاعفات؟ لا انا حرارتي عاليه وما بتنزلش بقى لها يومين، انا عندي صعوبه تنفس، انا عندي كحه شديده مش راضيه تخف خالص، سواء كان انا طفل او شاب او كبير في، لا ده دور الطبيب. هو بقى ساعتها لو الدور مستمر اكتر من 48 ساعه بارتفاع حراره شديد او صعوبه تنفس او كحه، هيحدد هو محتاج بروتوكول خاص ولا لا، محتاج بروتوكول كورونا لسنه، هو عنده امراض مزمنه ولا لا، عنده مشاكل قلب ولا لا، محتاج مضاد فيروسي مثلا زي مضادات الفيروسات بتاعه الانفلونزا ولا لا، ولا هو كويس وهنتابعه فقط لا غير. بمعنى ان 80% هو حالات بسيطه تتعافى بخوافض الحراره التقليديه. طب يا دكتور، ناس كتيره قوي فاهمه انه الفيروس التنفسي المخلوي بيصيب الاطفال بس بسبب يعني انتشاره كبير في المدارس وكده، فهل فعلا احنا الاعتقاد ده صحيح ولا بيصيب الاطفال والكبار؟ لو قارنا ما بينه وما بين كورونا، كورونا اكثر خطوره على كبار السن واصحاب المناعه الضعيفه، المخلوي اكثر خطوره على الاطفال، ولكن ده بيصيب الاطفال الكبار وده بيصيب الاطفال الكبار، ولكن نسب مضاعفاته واصابته في الرضع وخطورته اكتر، المخلوي اخطر في الرضع والاطفال. كورونا اخطر على كبار السن واصحاب المناعه الضعيفه، لكن كورونا بيصيب الاطفال الكبار والمخلوي بيصيب الاطفال الكبار، لكن المخلوي مع الكبار بالفعل بيكون دور برد، اما مع الاطفال قد يؤدي الى مشاكل صحيه مثل الالتهاب الشعيبي. طب للرضيع اكثر عرضه للدخول في المضاعفات
اكتر من الكبير. ليه؟ لان الطفل الرضيع هو طفل رضيع لا يستطيع اخراج افرازاته، الام تحمله، بمعنى ان مجرى تنفسه من السهل جدا افرازاته تنزل الى الشعيبات الهوائيه وتؤدي نوع من الالتهاب الشعيبي، مش الشعبي كمان. هو المخلوي ليه اسم تاني على فكره، اسمه فيروس القصيبات الهوائيه او فيروس الشعيبات الهوائيه الدقيقه، لان هو بيخش جوه الشعيبات الدقيقه ويسبب نوع من الالتهاب. الام فجاه رضيعها يعاني من صعوبه في التنفس، كحه شديده، ده مخلوي بنسبه كبيره جدا، وده احد عوامل الريسك او الخطوره ان انا ابني لازم يتوجه الى المستشفى. اذا شعرت الام ان رضاعها لديه صعوبه في التنفس شديده، نفسه سريع، كحه شديده، ده بنسبه كبيره مخلوي. عشان كده الرضع بيكون الفئه دي اكثر خطوره في المخلوي، لان رئتهم لم تكتمل، لا يستطيع اخراج افرازاته، وبالتالي معرض ان هو يخش في مضاعفات المخلوي. طيب دايما الدكاتره بيبقى ليهم استراتيجيه كده، انه اول ما حد بيجي له اعراض اي حاجه يعني انفلونزا او تعب، يقول لك ايه يعني استني 48 ساعه وشوفي، اذا تحسن يبقى تمام، اذا ما تحسنش لا هاتيه. هل الطفل الرضيع في الحاله اللي حضرتك بتقول عليها دي، وانا شايفه ان نفسه مقطوع، اسيبه برده يومين؟ لا طبعا. ده لازم الا اذا حرارته شديده قوي او صعوبه في التنفس، مش هستنى اليومين. ده لازم على طول. بالفعل. صعوبه في التنفس بحتاج نوع خاص من العلاج، موسل شعب، جلسات اكسجين. ايه هو سبب صعوبه التنفس؟ هل ابني دخل في مضاعفات رئويه زي التهاب الرئوي ولا لا؟ والرضيع زي ما قلنا هو بيخش مني بسهوله في هذه، عشان كده هو محتاج الى مطابقه زيه زي كبير السن. لما كنا بنقول كبير السن فجاه ممكن مع كورونا يخش في مضاعفات، كذلك الرضيع. رضيعي اذا شعرت الام ان نفسه سريع، يعاني من صعوبه في التنفس، لا تنتظر، على طول هتروح لدكتورها او طبيبها المتابع معاه، ما تستناش 48 ساعه. طيب خلينا نتكلم يا دكتور عن انتشار الكورونا دلوقتي. هل الكورونا رجعت تاني؟ هل الناس لازم تفضل واخده اجراءاتها الاحترازيه، ولا هل دلوقتي الموضوع اهدى شويه؟ طب نسال السؤال، هو كورونا اصلا اختفت؟ هو احنا عالميا هنصل الى صفر كورونا؟ لو كنا هنصل لصفر كورونا كنا وصلنا الى صفر انفلونزا، كنا وصلنا لصفر برد. مفيش كلام، كورونا فيروس هيتحول الى فيروس تعايشي ولكنه مش وبائي، وده اللي ابتدى عالميا يقل. ليه؟ يعني انا كنت امبارح في فرح ما فيش الا واحده بس يعني لابسه الماسك. بالفعل. بس للاسف. طيبه قوي، طيبه قوي يعني. هي اللي فعلا ملتزمه بالماسك طول القعده، ما فيش مخلوق حاطط ماسك اصلا. فا ايه، وانا طبعا واحده من مخاليق هو كورونا قل ولا لا؟ لا، هو فوبيا كورونا اللي قلت، لكن كورونا لم ينتهي. طب فوبيا كورونا قلت لي لانه كورونا بمضاعفاته الخطيره اللي كانت موجوده قلت مع يمكن تحور، عشان الفاكسين كمان، تحور الفيروس والفاكسين والاجراءات اللي كانت بتتم اضعفت الفيروس. بالفعل اصبح كورونا الان يماثل الانفلونزا والبرد. اعصابنا هديت من ناحيته، احنا هدينا شويه، لكن هو لم ينتهي ولا يزال ليه معامل خطوره على كبار السن واصحاب المناعه الضعيفه. حدته اقل من قبل كده، نسب المستشفيات والاكسجين والرعايات مع كبار السن قلت بنسبه كبيره، ولكنه لا يزال موجود. اكيرفو كخطوره مش كنسب اصابات اقل، ولكنه لا يزال موجود. البروتوكول قل قوي سواء في عدد الادويه او في عدد الايام، بتختلف من اللي اخذ جرعتين او ثلاث جرعات، يعني ثلاث جرعات ده بيقعد 5 ايام بس، واللي اخذ جرعتين بيقعد 10 ايام ويبقى معزول برضو. هل حد دلوقتي لو حد جاله كورونا لازم برضو يتعزل، ولا ما بقاش يعني ممكن ياخد علاجه وهو شغال او بيروح شغله او بيقابل سواء ناس؟ زي ما انت قلتي، هو فتره اللقاح بيقلل الاصابه ويقلل حدتها. الحد الادنى ال5 ايام اللي انت قلتيهم، ده الحد الادنى عند الاشتباه في الاصابه، ولكنه خطير على كبار السن، عشان كده بعزل. هو انا ليه؟ ما انا ممكن اقول خلاص انت يجيلك برد وتعامل معاه، لكن انا لا يزال عندي فئه خطيره، فبالتالي بعزل الشخص سواء كان كبير السن او عشان ما يعديش كبار السن، لان وقع الاصابه زي ما قلنا غير مؤتمنه على كبير السن. يعني مؤسسات العمل لازم لحد دلوقتي تلتزم لما يبقى في حد مصاب بكورونا تديله الاجازه، تديله ال5 ايام فعليا مع المسحه او مع الاعراض الشديده مع الاشعه المقطعيه بنفس الداتا اللي كانت معمول بيها قبل كده. طيب ازاي بقى طلاب المدارس ممكن يحموا نفسهم، سبيشالي ان هم بينزلوا الصبح بدري في البرد وبيتعاملوا على مدار اليوم مع ناس كتيره جدا، عدد كبير قوي من الناس، فايه الحاجات اللي الاهالي ممكن يعملوها، وايه اللي هم ننبه عليهم هم شخصيا يعملوه؟ الاول انا عايز اقول ان انا ابني عنده برد او عنده ارتفاع حراره او سخن، الاول انا مش هنزله، انا هتكلم اللي ما ينزلش الاول وبعد كده اللي ينزل يعمل ايه. أو انا ابني لو شعرت ان هو عنده نشر، عنده كحه، عنده ارتفاع حراره، انا هقعده ايا كان ابني نوع العدوى ايه، مفيش حاجه اسمها ده دور برد. احنا زي ما قلنا كلمه دور برد دي هنشيلها من القاموس، لان كورونا دلوقتي بقى دور برد، المخلاوي بقى دور برد، مفيش حاجه اسمها ابني سقع شويه ده دور برد هنزله، لا. البرد ممكن ايكوال كورونا ايكوال انفلونزا ايكوال مخلوق ايكوال برد، فانا ماشي ابني عنده ايه، فبالتالي انا اقعده فتره ال5 ايام لحين تعافيه. يبقى اول حاجه ابني لو ارتفاع حراره لو كحه او رش انا اقعده، مفيش حاجه اسمها ده دور بسيط. يبقى انا قعدت ابني.
طب انا ابني بقى سليم ومعافى وانا هنزله، ايه الاجراءات اللي انا هعملها علشان اضمن ان هو ما ياخدش مخلوي او ما ياخدش عدوى من اخيه؟ لكن لو عنده اشتباه اصابه انا هقعده مش هنزله. طب ما عندوش وكويس وسليم، اول خطوه هعملها اول ما اصحيه من النوم لازم ابني ياخد وجبه غذائيه داخل المنزل، لان انا عايزه ابنيه مناعيا وخصوصا اطفالنا بتوع الحضانات والمدارس. وجبه المنزل ده شيء مهم جدا وضروري. هلبسه الاكثر الملابس القطنيه، نبعد عن الملابس الصوفيه، نبعد عن الحاجات اللي فيها بوليستر اللي بتدي حراره زائده لطفلي ويقلع الجاكيت ويلبسه، لان الصدمات الحراريه تغيير في حرارته ما بين دافي وسخن وساقع وسخن هو ده عرضه اكتر للنزله. يبقى هغذيه كويس وجبه صباحيه يبقى بروتينيه سواء كان بيض او فول، هياكل عسل نحل ليمون لان الحاجات دي بتحسن مناعته يوميا على الريق. هلبسه ملابس قطنيه، هغسل له وشه، هرجع نصايح جده وجدته، هغسل له وشه قبل ما ينزل بميه حنفيه، هشربه ميه ليه؟ بأهله جسمانيا ان هو يتقبل الصدمه الخارجيه للحراره الساعه. وميه فتره مش ميه حنفيه. ميه حنفيه مش ميه متلجه. واغسل وشه بميه حنفيه، هفتح شباك قبل ما ينزل سنه صغيره بحيث ان هو ياخد سنه حراره الجو او البيئه الخارجيه. انا شربته، اديته عسل، غذيته قبل ما ينزل، لبسته ملابس قطنيه، انا حصنته مناعيا، هيروح المدرسه. مدارسنا في السن دلوقتي ابتدت تطبق الاجراءات مره اخرى تاني، ان هو ارتداء للكمامه، ابني هيلبس كمامه لان في ذروه فيروسات تنفسيه ايا كان ارتداءه للكمامه مهم جدا. لو الام عملت كده مع اجراءات المدارس بنسبه كبيره جدا ابننا العدوى هتقل. يبقى احنا الغذاء مهم جدا والاجراءات دي مهمه جدا. هل اي اعراض اصابه بالبرد اعزل فيها ابني وما نزلوش، ولا طول ما مفيش ارتفاع حراره ينزل؟ يعني افرض مثلا عنده رشح وعنده وجع في زوره بس حرارته مش عاليه، هيقعد برده؟ يعني لازم اقعد. هقول لك ليه، ان العدوى بتختلف حدتها من طفل لطفل. بما ان ابني مناعيان جيد العدوى عنده مش جاله ارتفاع حراره او مشاكل تنفسيه، بس عدوى يعدي الاخرين. انا ما اضمنش الاخرين هيعديهم، يكون طفل ضعيف مناعيا. طب هل برضو انا ما امنش على ابني الاخر؟ انا ابني عنده برد وراح لقط من غيره عدوى تنفسيه اخرى، الطفل اللي مصاب بالبرد بيكون مناعته ضعيفه، من السهل ان هو ياخد عدوى اخرى، يعني يخرج ببرد يجي لي بمخلوق او يجي لي بانفلونزا. عشان كده الام بتقول الكحه بتاعت ابني بقى لها شهرين ما بتخفش، تخف في يومين ثلاثه وترجع تاني. هو الدور ما بيخفش؟ لا، هو مش دور، هو ادوار متكرره. بمعنى ان ابني اسبوع ده برد نزل، الاسبوع اللي بعده جاله فيروس تاني، لان انا ما اديتلوش وقته انه يستريح بالفعل. ما خدش الراحه الكافيه وما عملش الاجراء. ما هو الاجراء ده ايه اللي يمنع العدوى؟ العدوى التنفسيه تباعد وكمامات هي التي تمنع انتشار. قعدت خلاص بقيت سليم، نزلت بكمامه منعت ان انا يجي لي عدوى تاني. طب وده برضو يا دكتور ممكن علشان سبب ضعف المناعه، فاحنا عايزين نعرف اسباب ضعف المناعه عند الاطفال عموما بيكون ايه، وكمان نعلي المناعه ازاي. يعني حضرتك طبعا قلت عسل النحل والوجبه الغذائيه في اليوم، ايه تاني؟ هنقولها بقى بصوره ابسط شويه. هو مصطلح تقويه المناعه قد يكون مناسب زي ما انت قلتي لطفل، لان الطفل لسه بيكتمل جهازه المناعي. اما الشخص الكبير هنقول مصطلح تاني، ازاي احافظ على مناعه متوازنه؟ الطفل نقوي مناعته، الكبير مناعه تكون متوازنه. اول حاجه الغذاء زي ما احنا قلنا. الغذاء ايه؟ البروتيني، قليل الدسم، قليل السكر، الغني بالعناصر المعدنيه زي فيتامين سي في الفواكه والجوافه والكيوي، غني بالزنك في المكسرات والبقوليات والفول، غني بفيتامين د ان انا اعرض جسم طفلي للشمس وامنعه من المواد الحافظه نهائيا والمواد الصناعيه. يعني ولا في شيبسي بقى ولا الحاجات السبايسي ولا المياه الغازيه ولا الشيبسي ولا الحاجات الاندومي ولا الحاجات اللي فيها مواد حافظه ومواد صناعيه بتاثر على المناعه. يبقى غذاء جيد دي اول كبسوله مناعيه. تاني كبسوله الرياضه. ابني لو بيمارس اي نوع من الرياضه مهم جدا لتنشيط الدوره الدمويه والحفاظ على جهاز مناعي متوازن. الكبسوله الثالثه النوم. ابني لو اخذ قسط راحه من النوم ينام بدري وياخد من 7 ل 8 ساعات، النوم الكافي يحسن من جهازنا المناعي، والنوم مبكرا يحسن من جهازنا المناعي. الكبسوله الثالثه البعد عن التدخين للاسر. التدخين السلبي دار على طفلي أكيد. يبقى انا ما ادخنش كأم او كأب، ما ادخنش اصلا، ولو انا مصر ادخن ما ادخنش قصاد طفلي لان هو هيعاني من التدخين السلبي. طب بالنسبه للكبار يعني انا اقول هو خطير اصلا ممنوع، لكن لو انا مصر. لا انا قصدي بالنسبه للكبار يعززوا مناعتهم ازاي؟ ما هو نفس الكلام، غذاء، رياضه، نوم بدري. هل نفس ساعات النوم من 7 ل 8 ساعات ولا الكبار بيحتاجوا ساعات اقل؟ ممكن اقل شويه من 6 ل 7، لكن برضو محتاجين لتواصل في النوم، وبالذات النوم المبكر. النوم المبكر ليه جزء هرموني لنشاط غدد. يعني مش اقل من 6 ساعات يوميا على الاقل. على الاقل يوميا. يبقى كبسوله النوم، كبسوله الغذاء، كبسوله الرياضه، كبسوله النفسيه بقى. المكملات الغذائيه، يعني في ناس تقول لك انت مهما كنت مركز قوي في اكلك الصحي
برضو بيبقى الجسم ناقصه حاجات ولازم يكون فيه كبسولات مكملات غذائية، هل الكلام ده صحيح؟ خطأ جدا، خطأ وخطأ شديد. الناس خدت فيتامينات في كورونا لا حصر لها وفي مشاكل صحية بسبب فرط استخدام الغير آمن للفيتامين. العودة إلى الطبيعة هو الأصل، أخذ الأشياء من مصادرها الطبيعية هو الأهم، إن احتياجي باخده من مصادر طبيعية. إمتى أقول إن أنا محتاج؟ لو لقى الطبيب أن هذا الطفل أو هذا الشاب لديه نقص في زنك مثلا، هاخده في صورة مستحضر. لديه نقص في فيتامين د الحاد، هاخده في صورة مستحضر. لديه نقص في فيتامين سي، هاخده في صورة مستحضر. غير ذلك الأشخاص الأصحاء العودة إلى الطبيعة. طب أثناء المرض، أثناء المرض يحتاج الشخص إلى جرعات إضافية تؤخذ بحرص أثناء مرضي، سواء بروتوكول كورونا أو، لكن الاستمرارية هي الخطأ. يعني ما أفضلش أخذ فيتامين سي بقالي 3 سنين، طيب ما اقدرش اخد فيتامين د بدون وصف طبي، ممكن يعمل لي مشكله كبيره ويحصل ارتفاع فيه من غير ما راجع طبيبي. العوده الى الطبيعه في اخذ الفيتامين من مصادرها الطبيعيه، غير ذلك الا بوصف طبي. طيب يا دكتور اخيرا، هل لقاح البرد مفيد في الوقت الحالي؟ وتقول ايه كمان للناس اللي بتروح تاخد من الصيدليه حقنه البرد؟ طيب انا عندي كورونا، عندي برد، عندي انفلونزا، عندي مخلوي، انا عندي لقاحين لفيروسين تنفسيين موجود، اللي هو لقاح الانفلونزا ولقاح كورونا. ما المانع ان احمي نفسي ضد 2 من الـ4؟ ان انا اخد لقاح الانفلونزا للحمايه من الانفلونزا بمضاعفتها، يبقى انا امنت نوع من الفيروسات التنفسيه. ما المانع ان انا لو ما خدتش لقاح كورونا او خدت لقاح كورونا من فتره ان انا اخد جرعه تنشيطيه، يبقى انا امنت نفسي من كورونا. يتبقى المخلوي والبرد، امورنا هتكون بسيطه بنسبه كبيره جدا لو انا امنت مرضين خطيرين جدا اللي هم الانفلونزا وكورونا. ولقاح الانفلونزا موجود في الصيدليات وموجود في المصل واللقاح بفروعه ومهم جدا اخده. طيب ده بالنسبه للقاح. بالنسبه لحقنه البرد بقى، لغط كبير جدا 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 استخدامها، خطر جدا استخدامها بدون ما يكون الطبيب هو الذي اقرها، خطر جدا ان انا اخد مضادات حيويه بدون وصف طبي وبدون داعي، بما فيهم حقنه البرد اللي عامله مشكله كبيره جدا بسبب اخذها بدون وصف طبي وبدون داعي، لان البرد عدوى فيروسيه لا تحتاج مضاد حيوي، بل اسوا اخذها بدون اجراء اختبار حساسيه وادت الى وفاه الكثير بسببها. فبالتالي هي في الاصل ممنوعه لان لا داعي لاخذها للعدوى فيروسيه. والخليط ده كمان مش شرط يكون مظبوط، حقنه مضاد حيوي مع حقنه كورتيزون مع مسكن الام، هذا الكوكتيل قد يؤدي الى صدمه تحسسيه شديده جدا، غير ان انا خدته بدون داعي اصلا، خدت كورتيزون وخدت مضاد حيوي وانا مش محتاجه في الاصل، وخدته غلط وخدته بدون اختبار، قد تؤدي الى مشاكل اخرى غير فرط استخدام مضاد حيوي اللي هي الحساسيه، وده اللي عامل لغط كبير جدا. طب حتى الحقن، حتى المضادات الحيويه العاديه، مش معنى بقول ما ياخدش حقنه البرد يروح ياخد كبسولات مضاد حيوي، حتى المضاد الحيوي هو ايضا لا يستخدم في العدوى الفيروسيه، وهنواجه بعد ذلك بنمو بكتيريا كتير جدا مقاومه للمضادات الحيويه بسبب فرط استخدامنا للمضادات الحيويه بدون داعي. دكتور أمجد حداد استشاري الحساسيه والمناعه، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، شكرا على المعلومات القيمه، وصباحك صباح الورد. صباح الورد، شكرا ليك. مشاهدينا خلصت فقرتنا الاولى، فاصل صغير ونرجع لكم بتاني فقراتنا. اهلا بحضراتكم من جديد. هنفضل دايما دايما نفكر نفسنا ونفكركم طبعا باهميه الرفق بالحيوان. فقرتنا دلوقتي هنتكلم فيها عن الحيوانات الاليفه، وطبعا كلنا عارفين انه كل الاديان دايما بتشجعنا ويعني بتأمرنا كمان بالتعامل برفق مع الحيوانات وجميع مخلوقات ربنا. وعلى الرغم من وجود بعض الناس اللي بيتعاملوا بشكل سيء أو عنيف مع الحيوانات، إلا أنه قصاد ده في ناس تانية عندها رحمة ورفق وبتتعامل بكل حب مع الحيوانات دي. ضيفتنا النهاردة هي واحدة من الناس الجميلة واللي قرروا أن هم يقدموا المساعدة والرعاية للحيوانات عن طريق إنشاء مؤسسة لرعايتهم وإنقاذهم. تفاصيل كتير هنعرفها عن المؤسسة، تفاصيل كتير هنحاول نعرفها عن وضع مؤسسات الرفق بالحيوان في مصر وإيه اللي ناقصها، وده هيكون من خلال ضيفتنا اللي منورانا الأستاذة نجلاء البنهاوي رئيس مجلس أمناء مؤسسة لين لرعاية وإنقاذ الحيوانات. أهلا بيك يا أستاذة نجلاء. أهلا بيك. عايزين يعني نتعرف عليك أكتر وتكلمين عن نفسك أكتر، يعني حضرتك أصلا تخصصك إيه وإمتى بدأتي هذا النشاط وإيه اللي خلاكي تفكري فيه؟ أنا المؤسسة بقالها سنة فعليا. طول عمري بربي قطط. ابتديت في 2011 اعمل بيزنس خاص بالبيتس
ابرد اكل للمزارع الكلاب الحاجات دي. ابتديت احتك بالبيتس اكتر، بالكلاب وبالقطط. وابتديت عملت اوتيل للقطط والكلاب، فابتديت احتك بقى بالريسكيو. كنت اول مره اعرف يعني هذا العالم اصلا، اللي يعني هو الانقاذ. الانقاذ. طب هل حضرتك، طبعا احنا عايزين نقول لسه حضرتك مقرك في اسكندريه صح؟ وانت جايه لنا من اسكندريه ومنورانا الحمد لله على السلامه. طبعا حضرتك يعني تخصصك قبل بقى ما تقرري في 2011، هل حضرتك كنت مرأة عامله ولا كنت سكرتيره؟ كنت كنت اكزكتيف سكرتري في شركه طيران، وبعد الثوره ما قامت يعني مجال تاني خالص. طب عايزين نعرف بقى ان حضرتك يعني ازاي خليتي المؤسسه دي اوفيشال، يعني عملتيها مؤسسه بجد مش مجرد هوايه او اهتمام؟ عملتها يعني بتبتدي بقى انت يعني لما بتحتكي بمجال الانقاذ كتير مش بتقدري، بتبص تلاقي كل اللي عنده مشكله بيبعت لك، مش قادر مثلا يعالج قطه، مش قادر يعالج كلب. انت عندك الامكانيات، عندك المكان، عندك المقدره ان انت تتابعي حيوان وهو تعبان، تديله ادويه، تعلقي له محاليل. لا اراديا بتدخلي في الموضوع غصبا عنك. يعني انا كنت بشتغل في المجال از بزنس، لقيت ان الناس عماله مدام نجله ده في قطه مش عارفه حادثه مش عارف ايه، طب معلش طب ممكن نجيبها عند حضرتك، اصل الحكايه اصل الروايه، تيجي القطه تتعالج، الكلب يتعالج عبال ما مثلا حد يتبناه، يروح شيلتر ما كنت الشيلتر، يتنقل يعني مأوى لمؤسسه مثلا قبليه كده. فالموضوع كبر معايا، فلقيت قلت طب انا ليه يعني ما قننش الموضوع، لان انا عندي مكان لازم يتقنن. لازم ابقى يعني امشي بصفه قانونيه، بلس ان انا مهما كانت امكانياتي ودخلي وورثي ومش هعرف اصرف على كل ده. احنا طبعا قدامنا دلوقتي فيديو حضرتك برضو تعلقي لنا عليه، ده من الشلتر بتاع حضرتك ده. لا ماتيريال موجود. طيب خلينا نتكلم بقى عن ده، ممكن يكون حد من الجمعيات الثانيه برضو. بشكل يعني عام احنا كلنا اصلا صحيح لينا اتحاد. يعني اكيد طبعا كلنا تحت مظله واحده. لينا اتحاد. استاذه نجلاء، يعني خلينا نقول ان احنا طول عمرنا من واحنا صغيرين بالنسبه لنا في جمعيه الرفق بالحيوان اللي هي الحكومه عاملاها من زمان جدا، من ايام الانجليز. دي كانت من زمان جدا والله، وكانت يعني كانت فعاله جدا. يعني انا كان جده بيشتغل في الداخليه، ومامتي الله يرحمها كانت بتحكي لي اللي هو بقى يعني باباها بتقول لي كان في حاجه اسمها العربخانه، وبتقول لي كانوا بيحاسبوا صحاب الحمير والحصنه اللي بيعاملوها وحش، كانوا بيسحبوا منهم الحاجات والإعلامية دي. والاعلاميه الجميله الرائعه استاذتنا طبعا، واستاذتنا ليلى رستم، كانت بتحكي عن حبها للحيوانات وان هي كانت من ضمن اعضاء جمعيه اصدقاء الحمير. يعني تقول لك انا كنت مع الاعلاميه الرائعه منى خليل. طبعا هي عامله جمعيه. صحيح. ليها جمعيه طبعا. طب هل بقى المؤسسه متخصصه في رعايه نوع واحد من الحيوانات ولا كل الحيوانات؟ هي الحيوانات اللي تعرضت لحوادث في الشوارع، يعني كلب قطة. كلب وقطة لحد دلوقتي هو بيبقى كلب وقطة. في جمعية خاصة بالحصان سلوى عبده. أيوة. دي خاصة بجمعية الحصان المصري والحمير حمير وحصنة. فيعني عشان برضو احنا يعني إلى حد ما مش هنقدر، وفي ناس بتاخد حاجات تانية يعني. صحيح. مش طبعا شيء، لكن انا ما جاليش قبل كده حاجه راح حصان يعني او كده. في اعتقد كان احمد شرباجي عنده نسانيس وعنده ارانب توسع وعمل فرحه جوه الشلتر كمان. قال لك انا بحب الحيوانات هو ومراته، فقال لك ايه لازم نبقى بيحتفل معانا. نحتفل معاهم. كانت لفته جميله جدا. دي حقيقة. خلينا نقول انه ثقافه الشلترز او انقاذ الحيوانات من الشوارع ووضعهم في ملاجئ دي طبعا في اوروبا وامريكا معروفه من زمان جدا. ده مش بس كده، ده هم كمان في هناك مزارع اللي هي سانكتشوريز اللي هي بتنقذ كمان البقر والبعيز والحياه دي كلها من الذبح والفراخ، يعني هم عندهم كمان الموضوع متطور جدا. احنا من 2011 فعلا ابتديت الاحظ، و2012 انه في مصر بدا يبقى فيه تكريس
او تركيز لثقافة الشيلترز بالمفهوم العالمي بتاعها؟ لا هي من قبل كده بكتير بالمفهوم العالمي ده موجودة. بصي هو في 2011 الموضوع يعني بعد الثورة الموضوع ليه بقى متوسع جامد؟ علشان الناس ابتدت تستعين بالكلاب للحراسة اوكي في ظل التغيب الامني اللي حصل. فكل الناس عايزه تحرس نفسها تعمل ايه فيجيب كلب في البيت. ابتدت كل الناس تجيب كلاب عشان تحرس البيوت. ابتدوا بقى انتعشت جدا البيزنس بتاع الكلاب في الاكل بقى وفي البوردنج وفي العلاجات ومش صحيح عايز حد يحميه. في خلال السنين اللي فاتت من 2011 لحد دلوقتي شايفه ثقافه المجتمع المصري تجاه الرفق بالحيوان في تطور ولا في تراجع؟ بصي هي كاتيجوريز يعني كطبقه متوسطه. خلينا نقول ان الناس بتعتبر ان الرفق بالحيوان ده نوع من انواع الرفاهيه مش يعني مش واجب يعني فلوس تصرفوا على ده البني ادم اولى ده. ففي هي كاتيجوريز مجتمعيه الا اذا بقى يعني حد ربنا مانع عليه بنعمه اللين القلب فهو طيب مع الحيوانات ايا كان وضعه. لو مش لاقي ياكل بيقسم لقمته مع القطط والكلاب. طب انا الحقيقه عندي فضول اعرف البروسيس بقى بتمشي ازاي، يعني هل بقى بتقوموا بانقاذ الحيوانات وبعدين عرضها كلها للتبني، ولا بيكون في حيوانات صعب ان حد يتبنيها مثلا بتفضل عايزه رعايه خاصه فبتخلوها بقى عندكم، ولا ايه اللي بيحصل؟ والله هو الموضوع مش ثابت ملوش قاعده. يعني في الغالب يعني في ناس بتتبنى سواء من جوه مصر او من بره مصر، او يعني في ناس بتتبنى الحالات اللي بتنقذ. بالنسبه للمصريين هيتبنوا البريد مثلا حد كلب جريفون كلب جولدن كلب هاسكي مش عارف ايه جوه ملجا لكن كلب بلدي مش هيتبنى مع ان الكلب المصري البلدي ذكي احسن صح؟ بكتير ذكي جدا بصي ذكاء فطري غير طبيعي. يعني انا يمكن شفت كمان مبادرات بتتكلم بتقول ايه طب احنا ليه في كلاب الحراسه بتاعت الشرطه بدل الجيرمان شيبرد اللي هو اصلا حتى يعني طبيعته مش واخد على الجو الحر ما نستعينش بكلاب بلدي وندربها؟ هقول لك ليه ما ينفعش نستعين بالكلاب البلدي. لان الكلب الجيرمان الكلاب ليها كاركترز اوكي وليها صفات وراثيه اوكي في الـ في الـ في الـ في, الـ في الشخصيات بتاعتها. الكلب الجيرمان معروف الصفات الوراثيه بتاعته فهو بيدربه بناء على الصفه الوراثيه اللي هو عارفها. تمام. بيبتدي يوجه الكلب عايزه حراسه عايزه كلب تاهيل مساعد عايزه كلب مش عارف ايه بيوجه الكلب حسب الشخصيه الوراثيه اللي هو بيكتشفها. بيبقى الكلب كل اي زي اي كائن حي عنده 30% شخصيه وراثيه والباقي مكتسبه من المدرب بتاعه ومن الناس اللي هو عايش معه. الكلب البلدي مهما كان مش هتقدري تحددي شخصيته الوراثيه لان هو هجين كمان كلاب ثانيه كلاب شرسه على كلاب جبانه على كلاب مش عارفه ايه ما تقدريش فما يقدرش يستعين بالكلب البلدي مختلطة. عشان يوجهه يعمل بس بيتربى في البيت عادي زي ما احنا بنربي ولادنا. لكن ما تقدريش يعني زي برضو ما يطلع طفل انت عايزه تطلعيه دكتور هو مش مش حابب يبقى دكتور مثلا او شخصيته كلب بلدي مش حابب يبقى دكتور يعني فاهمه عايز تبقى مش عارفه ايه محتاجه كميه كلاب كتيره جدا عشان ياخد في عمر معين يعرف شخصيته الوراثيه ايه وبعد كده يبتدي يوجهه هو هيعمل ممكن ما ينفعش. طبعا انا عايزه اسال اسئله كتير قوي بس في سؤال يعني بجد مهم جدا كان للاسف على السوشيال ميديا للاسف في يعني عشان احنا برضو بشر مش كل الناس عندها ضمير في ناس بتدخل في سكه البيزنس بتاع الشيلترز وياخدوا حيوانات يعملوا فيها اصابات عشان يلموا بيها تبرعات وفي صور كانت لشيلترز يعني سابت الحيوانات تموت من الجوع كانت حاجه صعبه لا دي مش شيلترز قانونيه. طب انا بقى كحد عايز يتعامل مع شيلتر اعرف منين ده شيلتر معروف الجمعيات اساميها معروفه يعني احنا هم جمعيات يعني اصلا لا يتعدوا اصابع الايد العشر يعني لان في ناس حتى كانت تحط صور وتقعد تقول لك احذروا فلانه دي كذا ما هم مش قانونيين ولا يخضعوا لاي رقابه ولا يخضعوا لاتحاد جمعيات الرفق بالحيوان ولا يخضعوا للتضامن الاجتماعي ولا يخضعوا لاي حاجه دي ناس مع نفسها كده اي بلاغ من البيئه بيجي يقفل اي يعني ما واحنا برضو الجمعيات بتوقف لهم طبعا يعني بتوقف لهم طبعا. لا
لما بيحصل يعني في فتره لسه قريب كان في حد عامل مشاكل الجمعيات كلها مطلعه بيان، يمكن ممكن تكوني حضرتك شفتيه، بيان باسم كل الجمعيات اللي في مصر ان فلان الفلاني ده لا يتم التعامل معاه من خلالنا. اللي عايز بقى يتعامل معاه هو براحته، بس ده غير امين او لا يؤتمن. فاللي حضرتك بتشوفيه ده مش ممكن يكون جمعيه مقننه، اكيد طبعا، يعني لا مكان مش قانوني اصلا. الحقيقه احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذه نجلاء البنهاوي رئيس مجلس امناء مؤسسه لين لرعايه وانقاذ الحيوانات، نورتينا والحقيقه هدف حضرتك هدف سامي جدا وبنشجع حضرتك تكملي دايما. بشكرك شكرا جزيلا يا مها. شكرا ليك ياسمين، شكرا ليك يا استاذه نجلاء. مشاهدينا خلصت حلقتنا، استنونا بكره في يوم جديد وحلقه جديده من برنامجكم صباح الورد.